بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في الفيديو الرابع. تعالوا بقى نشوف اول حاجه كده من الحياه المختلفه هنا عن الاكتف دايركتري. انا افترض ان الراجل اللي اسمه فتحي ده، الراجل ده انا عايز لما يجي يلوجن من على جهازه يتبعت له نوتيفيكيشن او اي حاجه، يعني بحيث ان هو بعد ما يدخل الباسورد الراجل ده يتبعت له نوتيفيكيشن او المايكروسوفت تتصل عليه، او يبقى فيه فاكتور تاني اقدر اوثنتيكيت الراجل ده بيه. الحته دي بسميها مالتي فاكتور اوثنتيكيشن. المالتي فاكتور اوثنتيكيشن باي ديفولت كده كده مقفوله، يعني مش شغاله، يعني ديسيبلد. لو انا جيت اقول له مانج مالتي فاكتور اوثنتيكيشن، عامله بالظبط زي التو ستيبس فيريفيكيشن اللي موجوده في الجيميل. تعال نجربها على الراجل اللي اسمه فتحي ده، واجي هنا واقول للراجل ده ايه، انيبل. هت enable المالتي فاكتور اوثنتيكيشن. خلينا نعمل لها enable كده. ايه خلاص enabled. قلنا enable لفتح ده خلاص. ممكن اجي هنا اقول له ايه، manage user settings. انت بقى عايز الراجل ده يحصل معاه ايه؟ خلاص عملت enable المالتي فاكتور اوثنتيكيشن، حلو. انا بقى اجي هنا اقول له ايه، require selected users اللي هو فتحي مش اللي هو to provide contact methods again. يعني هو بيلوجن هيدخل يوزر نيم وباسورد، هيتسيل على حاجه كمان، هيسيل على حاجة كمان، تمام؟ طيب أنا مش عايز أعمل أي حاجة. طيب أنا لو جيت هنا قلت له مثلا سيف، خلينا نجربها أهو، سيف ده خلاص شكرا. طيب تعالى بقى نقوم جايين هنا فاتحين انكوجنيتو كده، وكاتبين مثلا إيه أوتلوك دوت أوفيس، ونحاول نعمل لوجن بالراجل اللي اسمه فتحي. ده فتحي نكست، ادي الباسورد بتاعته. مور انفورميشن ريكوايرد، هنطلب منك حاجه كمان حلوه كده. ايه هي الحاجه دي؟ تعال نقول له نيكست كده. يلا 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 يلا. بقول لك ايه؟ ستارت باي جيتنج ذا اب. ايه هو الاب ده؟ الاب ده عباره عن ابلكيشن بينزل على الموبايل، ايا كان نوع الموبايل ده، اسمه MFA Authenticator او مايكروسوفت مالتي فاكتور اوثنتيكيتور، تمام. هذا الابلكيشن الصغير منظر القفل ده، انت بتعمل له داونلود، بتعدي بتو ستيبس على التليفون بتاعك، بتنستول اوثنتيكيتور اب، بس بتكتب على البلاي ستور اوثنتيكيتور او مايكروسوفت اوثنتيكيتور، هيجيب لك على طول. تعمل له داونلود، بعد ما تعمل انستليشن على الديفايس بتاعك على الموبايل، يعني تشوز نيكست، تمام. ممكن تستخدم different authenticator app، يعني في authenticator apps كتيرة جدا، authenticator apps كتيرة جدا، بس اللي هو pre configured وشغال هو ايه؟ هو مايكروسوفت authenticator. خليني بس اوريكم شكل authenticator. هنا جوجل بلاي ده منظره، تقول له ايه تثبيت طبعا على الموبايل، يعني انستول وخلاص، تمام. بعد ما تقول له انستول على الموبايل تيجي تقول له نيكست. او بعد ما قلت له انا عايز اضيف اوركل سكول اكونت، ظهر لي كيو ار، ادينا وصلت الكاميرا بتاعتي عليه اهو عشان يعمل سكان لهذا الكيو ار، وبعدين ايه يعمل اللوجن. ايوه كده خلاص، كده ضاف الاكونت بتاعي عندي على الاوثنتيكيتور، ضاف الاكونت بتاعي عندي على الاب اوثنتيكيتور اب. طيب خلينا بقى ايه نجرب بقى الحته بتاعت الايميل دي، نقول له نيكست. لو جيت اقول له نيكست ظهر لنا هنا نوتيفيكيشن على الموبايل، يعني تجرب اهو ده اللي النوتيفيكيشن ظهرت، تسمح للراجل ده ابروف كده، ابروف. انا كده دلوقتي ايه قدرت اعمل ساين ان، المفروض لو رجعت هنا الاقي ايه نوتيفيكيشن approved done مايكروسوفت اوثنتيكيتور، هذه الميثود خلاص تمام اوكي done. حلو، دي طريقه عن طريق ايه مايكروسوفت اوثنتيكيتور. حلو كده. طبعا ممكن اديسيبل القصه بتاعت المالتي فاكتور اوثنتيكيشن الاوثنتيكيتور عندي من هنا، اجي على الراجل ده واقول له مانج ووقفها عادي خالص، او من على الاب اعمل ايه، اعمل ريموف لهذا الاكونت اصلا، تمام.